أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوبتهاي مع السند كسو دواد ورقا هبين نمي أعلن سيدة ميديا و هبين نمي أربعة سوغالي سوغدا بحساسي اي نوصو سوغدا فضلاً نلاتشوك حوق حساسي البغر بور مدو ايا مهدي قولة دو قد يدي سومالي لان قد دير كوري دي هاوية او ولا تشعو سوغدا خورشاه دوهاني محمد عبد الله فرماجو اي بايدابو شعبك كل لغان كوفرت سوماليا ايا وحا اي ان مده اي تاغي رو قرب اي هيل لغرب تاغنايين شعبك سومالي لان اي دو مقالة دو مقدشان نقو تاي حارون اي كسو عرالان سياسيين ترير سومالي لان مرك اي دباتو حوقان كرسو كرمان هالكاسي وحا مقالة دو مقدشا سي ديران لغو سو دوي اي بقر بور مدو كاسي او شاكتاي ان او كسو غوستي سومالي لان لكن وحا حد موقتا إن او إماتن كيسا مقدشا او كميد أها قرشان لغا سو أبابو لهر جيسا إيا قده مقالة مقدشا إيا ودما كالي كاس او جيدة ديسو لغو فسيران كارو كليا إن سوماليا ديبلو جليو دقال سوكي هدبا إسبهيسيغا سياسة ديلا دون إيا إن لغو دواقو مقالة بايدابو أيا أحمد لشيغي إن لغو مدين إيا بيلاها كوفر قلبيت إيا كوا رير وقو إيغا أحسي أي أتاقيران دوهاني محمد عبدالله فرماجو وجيد كإسبهي سيغاني أيا لغو شيغي إن وحلوغا بدلو سامي قيب سيغا سياسة دي سوماليا حل لبدا حل إي ريز الوزارها إيا مدح وينها أي هوية إيا داروت كلاقاتان لفتا قريان أيا دانكا كالدون أيا إنو شركة أو بدلو أولا للو سمين أيو ديب دورشاد دوهاني محمد عبدالله فرماجو وحا شركة سيلغو عسمي مدح ويني هوري سوماليا دوهاني محمد عبدالله فرماجو ديلاغا قسل فهد ياسين إيا دقر قبي عبدالله كل جيس مريحان دور جير او هوري او لا اسكو ديي إن لبدلو سامي قيبسي كراسكا سرسارة اي دالكا لغو مقوليسان سببتونا وحالو عركا إن لبدا بيلاد إن تبادان قيبسا تحيلالكا مدح وينها اي رئيس الوزارها اي مدوال باكو آدك تاهاي إن اي كشاقيسو مجحابين تبيليسان اي بيشا كالكادان سي كستواها أهاتي وحا لو بلانسي يهي أولا لحوقان أو كدعا مقالة بايدابو وحانا هالكاسي كوكول ميدونو دوهاني محمد عبدالله فرماجو ديلاغا قسل فهد ياسين كولان جيس مريحان قدومي كوحقين كي لواد مهد عبدالله عود إيا عبدعسيس حسن محمد لفتقرين دانكا كلا سومالي لاندوكا سعودا يا هالكاسي تاقا يا وحانا كمي دهي بغور بور مدو إيا مهدي قوليد قدر سي كستواها أهاتي بلوين تهوية أيا إمن كلا دون يا إن أي أهرين تاسي كولا هدلان دينا عكال الروبلة وبيش عالم تاكال الشري حالد هاليس اهيو كتاقن تلك سوماليا رئيس الوزارة سوماليا مدن محمد حسين روبلة ايا كال الشري بيش عالم كحالد ابارها يدالك كجيرتا تاسي او مريسو ميل ان ويليد هولي لوغو اركين روبلة او شركو دومي شركة قرمت كابارها ايا وكيلد بيش عالم كالا هدلي سيدي قرمت لو غارسين لها دد كاي ابارتو ساميسي سيدو كالا وحا او كدل بدي رئيس الوزارة وكيلد بيش عالم كايني دقدق او قرمدان شعب كسوماليا دي ابارتو ساميسي رئيس الوزارة محمد حسين روبلة او غورين تيكا والبحيي حالة دا ابارتا كجيرتا دالكا ايا شيغي ان اي دالكا كجيرتو ابارتي او درنايت اي كدعادو كدب ابارتي معلوشا اهيد اي دالكا كدعادي لابوكو لابي طوانكي شركة قرمت كاباراها اي قيبتك اهايين وكيلة دا بيش عالمكا ايا وحاو ايمان ايا حلي اي دالكا كجيرتو ابار اد او درن تاسي او سامي سيدادكي اي الدنيا دبا حكومة دا صوماليا اي هقامي الروبلة ايا دور جيركو باقضي ان قعان لغا قيستو قلمت كاباراها وحونا شخصي اهان دادال بدانكو بحيي سيدي كالما لو قارسين لها داد كاي ابارتو ساميسي هل كدوهاني محمد عبدالله فرماجو ملايين تا دولار او كسوقاتي دل كاسي خضر او جيركو كواستي سلامر كاسينا او دون ايو ان او لالوشكو بحيو سيدي او كرسيغا مرغو صلابا لها maha ka fiican dhowrta milyan oo soo qaatay hadii umada Soomaaliyeed bii ugu dhaamiyo amaba uu raashin ugu geeyo isla markaasina oo iska nasiibsado codadka la siin doono si kastaba ha ahaatee malaayiin iyo malaayiin dollar ayaa lagu bixinayaa doorashada madaxtinimada qaranka Soomaaliyeed fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida media qara xoogan oo ka dhacay magaalada Muqdisho wararkii ugu dambeeyay qaraxaasi oo lagu dilay nin caan ka ahaa degmada Dayniile warar kala duwan ayaa ka soo baxay khasaaraha ka dhashay qarax saaka ka dhacay qaybo ka mid ah degmada Dayniile ee gobolka Banaadir kaas oo geystay dhimashada hal qof sida ay xaqiijiyeen ila dadka deegaanka ahi qaraxa oo jugtiisa laga maqlay xaafadaha degmada Dayniile ayaa ka dhacay xaafada Bankala ee degmadaasi iyadoo lala beegsaday gaari uu la socday maamulo iskuul gaariga ayaa mar qura qarxay waxaana goobta ku dhintay Daahir Xasan Tooxo Daahir Digdigle oo ahaa maamulihii iskuulka Dayniile warar iskhilaafsan ayaa ka soo baxaya qaraxa waxaana qaarkood ay sheegayaan in maamulaha gaariga loogu xiray halka kuwa kalena ay ku waramayaan inuu ahaa miino la dhigay waddada dhinaceeda ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka ayaa sidoo kale gaaray goobta uu qaraxa ka dhacay
kuwaasi oo meydka marxuumka ka qaaday halkaasi waxaana ay sameeyeen baaritaan kooban Allah u naxariistay Daahir Xasan Tooxo Daahir Digdigle ayaa sidoo kale ka mid ahaa waxgaradka caanka ku ah dhaqanka degmada Dayniile ee gobolka Banaadir ma jiro ilaa iyo hadda wax faahfaahin ah oo maamulka degmada ka bixiyay dhacdadaasi iyo dilka maamulihii iskuulka Dayniile Qaraxaani ayaa qayb ka noqonaya falal ammaan darro ah oo maalmihii la soo dhaafay ka dhacay gudaha magaalada Muqdisho xilli lagu jiro marxalad doorasho dhinaca kale taliyaha asluubta oo noqday xildhibaan General Mahad Cabdiraxmaan Aadan oo ah taliyaha ciidamada asluubta Soomaaliyeed ayaa loo doortay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka 11aad kadib doorasho maanta ka dhacday magaalada Baydhabo ee xarunta Koonfur Galbeed taliye Shub ayaa ku soo baxay kursiga tirsigiisu yahay 172 isaga oo aan gelin tartan adag maadaama loo xiray kursigaani oo ka mid ahaa kuwa isha aadka ay loogu hagay guusha taliyaha ciidamada asluubta ayaa ahayd mid hore loo sii ogaa isla markaasina loo saadaalinayay inuu ku biiro golaha shacabka federaalka Soomaaliya maadaama loo xiray kursiga 172 sidoo kale ninkan ayaa ah sodoga madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya oo ay u dhaxdo gabar uu dhalay taasi oo sii xoojisay guushiisa doorashada arrintani ayaa sidoo kale meesha ka saaraysa isku daygii fila Soomaaliya ee ku aadanaa in baarlamaanka uu soo galo madaxweyne lafta gareen si uu u noqdo guddoomiyaha golaha shacabka kadibna uu ku biiro ololaha dib u doorashada ee madaxweynihii hore Dhoohane Maxamed Cabdillaahi Farmaajo Mahad Cabdiraxmaan oo loo yaqaano taliye Shub ayaa ku biiraya saraakiil hore loogu doortay golaha shacabka waxaana ka mid ahay Fahad Yaasiin Cabdullaahi Kulanjiis Mareexan Yaasiin Ferey Bashiir Ameeriko halka kuwa kalena ay waayeen sida Bashiir Goobe iyo Indhaqarshe dhanka kale Xaawo Sokor Cali ayaa ku guuleysatay kursiga tirsigiisu yahay Hob Eber 47 waxaana ay heshay 79 cod halka Faaduma Maxamed Isaaq ay heshay 18 cod doorashada ayaa haatan sii soconaysa waxaana qorshuhu uu yahay in maanta oo 15 Maarso ay doorashada soo gabagabeyso dowlad goboleedka Koonfur Galbeed isla Koonfur Galbeed ayaanu ku jirnaahay maamul goboleedkii ugu horeeyay oo soo gabagabeeyay waxa uuna noqday Koonfur Galbeed maamulka Koonfur Galbeed ayaa noqday maamul goboleedkii ugu horeeyay ee soo gabagabeeyay doorashada xubnaha golaha shacabka oo lagu ballamay in la dhameystiro kama dambeys ilaa 15 bishaani aynu ku jirno Maarso guddiga siid ee Koonfur Galbeed ayaa maanta oo ay ku eegtahay waqtigii lagu ballamay in lagu soo gabagabeeyo doorashada soo xulaya kuraastii ugu dambeeyay ee maamulkaasi kuraasta doorashadoodu la qabtay ayaa kala ah 47,702,497,481 talaabadan ayaa ka dhigan in Koonfur Galbeed ay dhaqan gelisay jadwalkii u dambeeyay ee doorashada golaha shacabka kaas oo ka soo baxay golaha wadatashiga qaranka doorashada baarlamaanka ayaa soo martay heerar kala duwan iyada oo deegaanada qaar ay ka jiraan caqabado hortaagan dhammaystirka doorashooyinka waxaana ka mid ahay garbahaare iyo baladweyne oo ay weli ka taagan yihiin murona hareeyay kuraasta taalla halkaasi soomaaliya ayaa ku daahday marxaladda adag ee kala guurka kadib isqabqabsiyo dib u dhigay doorashooyinka dalka oo dib u dhacay 1 sano iyo ka badan si kastaba ha ahaatee maamulada qaar ayaa la rajaynayaa in ay ayagana soo dhammaystiraan dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka